اهلا وسهلا بكم طلاب الثانويه العامه. ان شاء الله هيتم اعلان نتيجه الثانويه العامه بكره، هينزل الروابط بتاعها ان شاء الله بكره. احب انبه على نصيحه مهمه جدا ليكم، ان انت تسلم امرك لله وما تقلقش وسيبها على الله. دايما اختيارات ربنا وحسابات ربنا احسن مننا بكتير، فاوعى تتشائم او تزعل او تتضايق او اي حاجه. اهم حاجه تكون عملت اللي عليك، ولو مش عملت اللي عليك انت برضو سيب امرك لله ويعمل اللي عليك بعد كده. وهو درس ليك ان انت ما تكسلش واحلم من تاني، لان دايما الحياة فيها فرص وما بتقفش الحياة على حاجة او على حد. فهكمل يا بطل واستمر، وان شاء الله ربنا يعوضك بعدين ورزقك هيكون في حاجة احسن بكتير. تاني حاجة حابب انبه عليها، اوعى ان انت تزعل او تزعل نفسك عشان خاطر النتيجة، واوعى ان انت تقعد تحسب كتير او اي حاجه خالص. هي كده كده هي بمشيئه ربنا، كل توفيق من ربنا. فاللي وصل وتعب ده كله بتوفيق ربنا، واللي ما وصلش فربنا عن له تعب واجتهاد ولا حاجه تانية، كليه تانية افضل بكتير. هو عالم وحده ان هو هيقدر يتميز فيها، وان انت تبقى فيها احسن، وان الكليه اللي كنت انت عاوزها كانت هتبقى شر ليك. فلعله فقد ما تحب عشان تاخد اللي انت عاوزه بتستحقه، ويقعد زعل نفسك يا بطل. وبالنسبة بقى اللي كسل أو حصل له ظرف أو أي حاجة، برضه يسلمها لله وما يزعلش، ويعوضها بعد كده في الدراسة وفي الكلية إن هو يبقى أشطر واحد في مجاله ويخير إن شاء الله. ولا ما تزعلوش نفسكوا أبدا، ومحدش عارف الخير فين، إحنا بنعمل اللي علينا وبناخد بالأسباب، وكله بيكون توفيق من عند ربنا. الموضوع في الأول صعب عارف، إحنا خدنا سنين أو ممكن سنة أو سنتين لحد لما فهمنا الموضوع، بس لازم تقدر تاني تفوق بتكمل. طالما انت لسه فيك النفس فانت لازم تكمل، وما تيأسش ابدا ابدا من رحمة ربنا، وان انت توصل للحاجة اللي انت بتحلم بيها. احلم تاني بهدف تاني، وشوف طريق تاني، وفي طرق كتير والفرص كتير والحياة مليانة. بالنسبة لك لازم تدور وتشوف الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي فيها فرص وفيها مجال عمل تقدر ان انت تحقق نفسك فيها وتكون رقم واحد فيها في سوق العمل، وانت تكون افضل واحد في المجال دوت. فمحدش عارف الخير فين، كل اللي وصل لنجاحات ما كانوش عارفين ان هم هيوصلوا للنجاح اللي هم فيه، هم كل اللي فيها خدوا بالاسباب وعملوا عليهم.